يا كمال النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء عائشة وفضلها فضل الثريد على الغذاء خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا زلنا نتصفح صفحات حياة سيدة النساء خديجة بنت خويلد الكبرى أم القرى رضي الله عنها وأرضاها، زوجة رسول الله وحبيبة قلبه. ذكرنا في الدرس الماضي والحلقة الماضية كيف كانت وفاتها حتى سمي العام الذي توفيت فيه عام الحزن، لأنها توفيت في العام الذي توفي فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذان الشخصان هما الباذلان أنفسهما في خدمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والمساندة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت وفاة خديجة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فراق عظيم وفراق كبير جدا، لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبته وأراد له هذا الامتحان وهذا الابتلاء الكبير. فتوفيت السيدة خديجة وبقي صلى الله عليه وسلم وفيا لها، وبقيت ذكرى خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى عظيمة. دائما أذكركم أننا هنا نحن نتكلم عن النموذج الأمثل، نتكلم عن امرأة توفى عليها زوجها وامرأة توفت قبل زوجها فبقيت آثارها معه لصدقها وإخلاصها. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في ذكر خديجة حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا إذا دخل إلى مكة يدخل من أعلاها، يأتي من كداء من أعلى مكة حتى يكون دخوله مرورا بالحجون حيث دفنت خديجة بنت خويلد وولدها القاسم. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة أن يأتي من جهتها. شوفوا كيف هذه المحبة وهذا الذكر، أنه حريص حتى على أن يمر على قبرها صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان سيدتنا فاطمة وكذلك كانوا إذا دخلوا مكة يحرصون على زيارة قبر أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. لهذا مكانها إلى اليوم لا زال معلوما وقبرها معروفا تشرق عليه الأنوار عليها رضوان الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يذكر خديجة، وجاءت أختها رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يكثر من الاهتمام بصويحبات خديجة، إذا ذبح شاه أخذ منها شيء فقال هذا أرسلوه إلى صويحبات خديجة، إذا جاءه شيء هدية يأخذ منها ويقول أرسلوا إلى صويحبات خديجة. فيوم من الأيام جاءت أختها فقرعت الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف قرعتها فقال اللهم فلانة، يعني أخت خديجة. السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في البيت فغارت، قالت يا رسول الله لا تزال تذكر امرأة شمطاء عجوز، يعني قد أبدلك الله بخير منها شابة بكر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب ما كانت تعهد السيدة عائشة أن النبي يغضب هذا الغضب الشديد، وقال لا والله ما أبدني الله خيرا منها.
فلقد آمنت بي عندما كفر بي الناس، وصدقتني عندما كذبني الناس، وأنفقت علي مالها عندما بخل الناس، وأخذ يثني على سيدتنا خديجة رضي الله عنها وقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. هذا الحديث من العجيب من صفاء سيدتنا عائشة، أن سيدتنا عائشة هي التي روت هذا الحديث، تشير بمكانة ومنزلة سيدتنا خديجة التي لا تسامى ولا تبارى في منزلتها الرفيعة العالية، عليهن أمهات المؤمنين جميعا سلام الله ورضوانه. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين وفاء لا ينساها ولا يغفل عنها أبدا؟ في يوم من الأيام بعد غزوة بدر، كان من ضمن الأسرى الذين أسروا في غزوة بدر أبو العاص بن الربيع. وهو من هذا أبو العاص؟ هو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا العدالة، هذا أبو العاص زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبنته لا زالت معه في مكة، وجاء مع المشركين وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأخذ أسيرا. فكان أهل مكة يبعثون بالمال ليفكوا أسراهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد يفدي أسيره يدفع قيمة الفداء للأسير. فبعثوا، كل واحد بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعث بشيء من المال يفك أسيره. فكان من الذين بعثوا سيدتنا زينب، بعثت بعقد لها، هذا العقد كان لسيدتنا خديجة، أهدته لبنتها في يوم زفافها، وهي بنتها البكر الكبيرة سيدتنا زينب عليها رضوان الله تعالى. فلما كان الصحابة جالسين ويأتون بالفداء، يقولون: هذا فداء لفلان، هذا المال، هذا ذهب، هذا كذا. فلما جاءوا بالعقد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم العقد، أمسكه فتذكر، فغرورقت عيناه صلى الله عليه وسلم بالدمع، واحمرت عينه، وتذكر خديجة. سبحان، شوف كيف الوفاء. تذكر خديجة في حتى في هذه المواقف وبعد هذه السنين لا زال ذكراها ما تذهب عن باله صلى الله عليه وسلم أبدا. كيف ينساها وهي رفيقة الدرب، وهي أول من آمن وحمل الرسالة منه صلى الله عليه وسلم؟ هي لها أعظم ذكرى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلنا من له الذكرى الأكبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هي السيدة خديجة، هي الأكثر الناس مخالطة ومعاشرة ومعايشة له صلى الله عليه وسلم. عاشت معه 25 سنة كلها كانت في صفاء عليها رضوان الله تعالى. ففي هذا الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن رأيتم أن تردوا على زينب زوجها وعقدها فافعلوا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم له الحكم وله الفصل وله الوحي، ولكنه يقيم العدالة، يستشير أصحابه، يعز عليه أن هذا العقد لخديجة يفارق بنت زينب من أجل هذا أبو العاص. قالوا: يا رسول الله، طابت أنفسنا به لها، رد العقد وفك الأسير لأجل بنتك. الصحابة كذلك كانوا في ذوق، كانوا في مودة. النبي صلى الله عليه وسلم تنزل لهم وعدل بينهم، وهم عرفوا مقامه ومكانته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فردوا العقد، وبقي ذكرى خديجة لا يفارقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبقيت من خديجة النسمات الطيبة التي بقيت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أم البنين وأم البنات، هي التي أتت له بالولد. ولهذا لما قال: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي وصدقت بي حين كفر بي الناس وكذب بي الناس، وقال: ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها. هي الوحيدة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بالذرية عليه الصلاة والسلام، وبقيت زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهرة ذكرى خديجة في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يرى فيهم
تلك الأم، وهم بعد وفاة سيدتنا خديجة بقيت ذكراها في حياتهم، عندما يتقابلن، عندما تلتقي الواحدة بالأخرى يتذكرن أمهن. ولذلك كان من ذكرى خديجة في يوم زواج فاطمة، في يوم زواج رقية، في يوم زواج أم كلثوم، كان البنات هؤلاء الطاهرات الطيبات بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الزفاف يتذكرن خديجة، كانت الواحدة منهن تبكي وتدمع عينها. ولذلك لما تزوجت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها والتفوا حولها، وجاءت أسماء بنت عميس، جاءت تلك المرأة ليست أسماء ولكن مرأة من القرشيات تجلس إليها، قالت: عرفت أن الفتاة في هذا اليوم أحوج ما تكون إلى أمها. وفاطمة الزهراء كانت في ذلك الوقت تتمنى لو أن أمها تحضر زفافها، ولكن لا شك أنها ستجتمع بها، ستحصل لها الفرحة إن شاء الله تعالى. فهذه ذكريات خديجة في هذه الأمة، وخلفت خديجة بنات سنتكلم عنهن في الحلقة القادمة في سيرة الرابعة والأخيرة من كمل النساء، وهي سيدتنا فاطمة الزهراء التي هي سيدة الأربعة هؤلاء، وهي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياتها فيها من العجائب وفيها من الفوائد أشياء كثيرة. نسأل الله أن يفيدنا بها وأن يجعل لنا ذكرى في قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم كما جعل لخديجة بنت خويلد. آمين اللهم آمين. يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء، خديجة الكبرى فاطمة الزهراء، كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء، عائشة وفضلها فضل الثريد على الغدا، خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى، كانوا مثالا في العفاف، كانوا رموزا في الحياة، شموخ خير نهجهم نماذج في الإقتداء. يا كمل النساء